إذن ولنعد مشاهدينا ضمن حدث اليوم للحديث أكثر حول وضع برنامج الانتخابي للجمهوريين. هم يسمونهم أنهم يريدون أن يستعيدوا الحلم الأمريكي، وواضح أن لديهم الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بسياسة أوباما وسياسة الديمقراطيين. بالنسبة لأبرز الانتقادات التي يوجهونها للسياسة الحالية، أن السياسة الحالية تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، ولا طبعا هم ينسون ما تسبب به طبعا إدارة بوش. فيما يتعلق أيضا بالانتقادات، هم ينتقدون أن هناك خلق، يعني صحيح هذه الإدارة الحالية خلقت وظائف مؤقتة ولكنها لم تحقق نمو حقيقي. أيضا من ضمن الانتقادات الموجهة لهذه السياسات فيما يتعلق أن الشركات الأمريكية تعاني من أعلى معدلات ضرائب في العالم، ويبدو ستكون هناك مراجعة. يعني دائما الجمهوريين يحاولون أن يعطوا نوع من الانطباعات الإيجابية بالنسبة لول ستريت، ارتفاع الدين العام أيضا لمستويات قياسية. لنعد بالنسبة لأبرز يعني أبرز البنود التي يتضمنها هذا البرنامج، هو النمو الاقتصادي هو أفضل برنامج لخلق الوظائف، يعني سيركزون في برنامجهم على تحفيز وتفعيل النمو. كيف سيحدث هذا إذا كانت هناك ستكون ارتفاعات لمعدلات الفائدة؟ أيضا من ضمن الأمور الأخرى التي يركزون عليها تبسيط الضرائب بالنسبة للشركات ورفع تنافسية الشركات الأمريكية. كيف سيحدث هذا أيضا في ظل قوة دولار؟ هذا الأمر ستتم معالجته ربما، ولنرى إن كان سيكون هناك في تعارض مع السياسة النقدية حول تشديد السياسة النقدية الأمريكية. دعم الشركات الصغيرة هذا من ضمن الأمور التي يركزون عليها، تخفيف الأعباء الضريبية أكثر من مرة إذن يركزون على هذا الأمر، وواضح أنه سيكون من ضمن الأولويات اعتبار طبعا الشركات الصغيرة هي العمود الفقري بطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ولنعد أيضا من ضمن الأمور التي يركزون عليها الضرائب، كيف سيحاولون معالجتها؟ إصلاح شامل للضرائب، هذا من ضمن التفسيرات التي يمكن أن نراها، وخصوصا بالنسبة للضرائب على الشركات الكبرى. هذا غير موضوع الضرائب، تمديد برنامج بوش لخفض الضرائب، وقد تستفيد منه طبعا الشركات وقد تستفيد منه الأثرياء. لاحظنا أن أوباما كان يحاول أن يوجه ضرائب أكثر بالنسبة لمرتفعي الدخل في أمريكا، يبدو أن الجمهوريين سوف يكونوا في تناقض مع مثل هذا الأمر. بالنسبة أيضا لبعض الإجراءات الأخرى التي يحاولون شرحها، التنافسية الأمريكية كيف سيحلون هذا الأمر بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ خفض الضرائب على الشركات مما يعطيها هامش طبعا تنافسية عالي. ومن ضمن الأمور الأخرى أيضا تسهيل عودة أرباح الشركات الأمريكية من الخارج لاستثمارها في الداخل، بدل ما نفرض ونلاحق الشركات بالضرائب حتى في أعمالها خارج أمريكا. هذا الأمر أيضا قد يعجب كثيرا وول ستريت والشركات الأمريكية. إذن هذه بعض الملامح بالنسبة لبرنامج الجمهوريين. خفض الإنفاق العام هذا من ضمن الأمور المهمة، خفض الإنفاق سيكون حول سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، يمكن للرئيس المقبل تخفيض الإنفاق الفيدرالي وخصوصا في بعض المناحي. هل سيخفض أيضا بالنسبة للميزانية الدفاعية؟ فيما يتعلق أيضا بإمكانية ستكون هناك بعض المعوقات والعراقيل فيما يتعلق بسحب الأموال من الميزانية الفيدرالية، يبدو أنهم سوف يعالجون هذا الأمر بشكل كبير. الاحتياطي الفيدرالي ستكون هناك مراجعة محاسبية سنوية لأنشطة الاحتياطي الفيدرالي، زيادة الشفافية، هل هناك لديهم ملاحظات إذن حول الشفافية وطريقة تقديم البيانات من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ضمان عدم خضوع الفيدرالي لضغوط سياسية لإغراق الاقتصاد بالأموال. إذن سيكون هناك تشدد فيما يتعلق بالتعامل مع هذه السياسات النقدية. إذن وهناك إذن كثير من الطروحات مختلفة عما يطبقه الديمقراطيين حاليا. خفض عجز الميزانية كيف سيستطيعون إذن عمل هذا الأمر؟ عن طريق خفض الإنفاق، طبعا ستشمل الكثير من المناحي خصوصا فيما يتعلق ربما بالميزانية الدفاعية، وهي التي ركز عليها الديمقراطيون. سيبدو أن الجمهوريين مجبرين أيضا أن يتوافقوا مع هذا الأمر. أيضا من ضمن الأمور التي سوف يخفضون فيها عجز الميزانية طبعا التجديد حول الكثير من الأمور فيما يتعلق طبعا بالتكاليف أو بالنسبة للإنفاق على كثير ربما من المشاريع البنيوية. هذه إذن بعض الملامح بالنسبة للحزب الجمهوري ومقترحاته في هذه المرحلة لانتخابات 2016.